حد ذاتها الملاكمة كانت تعرفني وين تعرفني مليح و... فهذا أمر من الجنون، وهذا أمر اللي حرت فيه أنا صراحة. أنا بحد ذاتي نقول علاش حتى الآن، لماذا حتى الآن يصرى هذا الشيء؟ لا يوجد أفضل منها ولا يوجد أقوى منها، عارفينها أنها بي. أول شيء نبدأ به في هذا الفيديو راح تسمع معنا البطلة الجزائرية إيمان خليف، وهي تصرح وتتكلم على الأحداث اللي راي واقع حاليا والله يتصرى لها في أولمبياد باريس 2024، وعلى الحملة اللي راهي ضد إيمان خليف من أجل تشويه سمعتها، من أجل التشويش عليها والتهم والأكاذيب اللي رامي يديروها على إيمان خليف حاليا. ولكن الحمد لله البطلة الجزائرية راهي ترد عليهم في الحلبة، واليوم دار تصريح جميل ورائع جدا اللي راح تتكلم فيه في العديد من الأمور. وكذلك أنا واحد من الناس كل مرة راح نوقف ونتطرق لموضوع مهم وراح نتكلم عليه بخصوص إيمان خليف وأعداء إيمان خليف وأعداء الجزائر اللي حابين يكونوا ضد الجزائرية إيمان خليف. لم أستطع التحكم في أعصاب تاعي، لأنه بعد الضجة الإعلامية وبعد الفوز كانت في نفس الوقت فرحة وفي نفس الوقت تأثر كبير، لأنه شو صار حاجة مش سهلة، حاجة تمس الكرامة للإنسان، وهذا الشيء اللي أثر فيها أثناء نهاية المنازل. الشيء اللي راه يتكلم عليه هنا إيمان خليف، حسبي الله ونعم الوكيل في أي واحد تنمر على إيمان خليف وأي واحد سب إيمان خليف، لأنها امرأة. إذا كنت امرأة وتتنمري على إيمان خليف فهذا أمر من الجنون، وهذا أمر اللي حرت فيه أنا صراحة. تدخل في السوشيال ميديا تلقى اللي من الناس يدعيوا أنهم أشقاء وأنهم مسلمين من المروك تلقى يتنمر على إيمان خليف، عن تحدث على فئة النساء اللي من المفروض تحس بامرأة أخرى وش تحس وتتضامن معها وتوقف معها. زائد على ذلك الأجنبيات اللي عندهم المنظمات تاع النسويين الفيمينيست خرجوا ضد إيمان خليف، اللي هما من المفروض يوقفوا مع إيمان خليف ويساندوا إيمان خليف. ولكن نعرفوا حقيقة هاد المنظمات تاع النسوية والمنظمات تاع الفيمينيست فقط مع فساد المرأة، مع الانحلال الأخلاقي والانحطاط. ولكن باش يدافعوا على الحق ويتكلموا كلمة الحق ونشوفوا الناس يتهموا إيمان خليف اتهامات باطلة أنها امرأة ملاكمة بطلة يقول لها أنها رجل ومتحول، هذا كله كلام باطل وكله اتهام. واللجنة الأولمبية تكلمت على الحقائق ووضحت كل الأمور وبينت كل شيء أنه إيمان خليف هي امرأة أشرف منهم بكثير. والله نصارحكم بكل صراحة، الملاكمة الإيطالية هي تعرفني منذ زمان، وأنا سنوات وسنوات نزور إيطاليا في مدينة أسيسي، في القاعة تاع أسيسي وين نجي ندير تربصات. مغلق تربصاتي كانت في إيطاليا، وين حتى المدربين يعرفوني منذ كنت صغيرة في فريق الوطني، وكنت نروح ندرب عندهم. بحد ذاتها الملاكمة كانت تعرفني وين تعرفني مليح، وديجا كنت ندير معها تربصات في القاعة تاعهم في إيطاليا في أسيسي. استغلوا هذه الحملة الإعلامية ضدي باش يأثروا عليا. أك تسمع في الكلام؟ أك تسمع في الحقائق عزيزي المواطن؟ أن الملاكمة الإيطالية اللي خرجت تبكي واللي دارت ضجة كبيرة في السوشيال ميديا أنه إيمان خليف رجل وليست امرأة وتشويه السمعة وهذا البلبلة كلها والفوضى كلها، علاش؟ عيب وعار. وكما قلت لك إيمان خليف أنه الملاكمة أصلا تعرفني من قبل والمدربين تاعها يعرفوني من قبل، وكنت نتدرب معها في نفس القاعة، يعني كل الأمور هذه مفتعلة. وكما قلت لك أن استغلت هذا الفرصة باش تركب الموجة باش يأثروا على إيمان خليف، لأنه في هذه الفترة كل واحد راه يحوس على مصلحته لا أكثر ولا أقل، مهموش أنه إيمان خليف يقصيوها أو يطردوها أو أنها تخسر أو أي شيء. يعني الملاكمة الإيطالية اللي هي عديمة الروح الرياضية كانت تحاول تركب الموجة بأي طريقة كانت باش يكون الفوز لصالحها، ولكن الحمد لله أنه إيمان خليف فازت عليها بلكمتين، واحدة جوش واحدة ضروات، طفات عليها الضوء، خلصت المنازلة في أقل من 50 ثانية. وبرافو على إيمان خليف البطلة
الجزائرية. رغم هذا كل الأعداء والإشاعات والأكاذيب، برافو لها لأنها صامدة واقفة وراي ترد عليهم في الميدان. ولكن أنا إن شاء الله نكون ضمن الهدف اللي راني هنا على جالو إن شاء الله. هذا الشيء، هذا هو السؤال اللي راني نطلع فيه نفسي أنا بحد ذاتي، نقول علاش حتى الآن، لماذا حتى الآن يصرى هذا الشيء؟ ما على باليش أنا، مهم جيت هنا يا مركز على الهدف تاعي وهو الأولمبياد. اليوم راني في نصف النهائي، إن شاء الله نكون في الموعد في نصف النهائي. إن شاء الله يوفقني ربي ونقدر نتحكم في الأمور وباش نجتاز هذه المرحلتين والمرحلة نصف النهائي إن شاء الله. نتمنى لها كل التوفيق إن شاء الله، تجتاز هذه المراحل وتجيب لنا الميدالية الذهبية إن شاء الله للجزائر، لأنه إيمان خليف بطلة حقيقية. وكما قالت السؤال اللي نطرحه على نفسي، علاش استناوا هذه الفترة كلها باش يتهجموا على إيمان خليف في أولمبياد باريس 2024؟ لأنه إيمان خليف ماهيش من اليوم تمارس رياضة الملاكمة، هي راهي تمارس رياضة الملاكمة من اللي كان عمرها 5 سنوات، يعني من اللي كان طفلة صغيرة. شاركت في بطولات عربية، بطلة العرب، بطلة إفريقيا، بطلة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، يعني عندها العديد من الميداليات وفايزة بالعديد من الجوائز. يعني في هذه الفترة كلها وهي تلاكم، ما فقوش أنها رجل، ما عرفوش أنها رجل، جاءوا اليوم بداوا يخرجوا عليها في هذه الإشاعات وهذه الأكاذيب باش يشوهوا لها سمعتها. ببساطة صديقي نقول لك علاش، لأنه كي تشوف أرقام إيمان خليف وتشوف إحصائياتها أنه ما شاء الله تطور كبير جدا، أنه عارفين حاليا إيمان خليف لا يوجد أفضل منها ولا يوجد أقوى منها، عارفينها أنها بإذن الله راح تسيطر على الأولمبياد وراح تسيطر على البطولة العالمية للنساء في الملاكمة وراح تسيطر على كل البطولات اللي تخص النساء في الملاكمة. فحبوا يخرجوا عليها هذه الإشاعات والأكاذيب باش يهولها سمعتها، باش يبعدوها، باش ينحيوها وباش يحطموها نفسيا. ولكن الحمد لله راهي واقفة وصامدة وبإذن الله تجيب الميدالية الذهبية للجزائر. سنوات وسنوات كان مقولة كنت نقولها بزاف أنا والمدرب تاعي، أن الحواجز تقول للدوافع، كلما كانت الحواجز يكون دافع. هذه المقولة نأمن بها من صغر تاعي، من اللي دخل قاعة الملاكمة، أنه كل حاجز يولي دافع وهذيك الحواجز هي الدوافع. إن شاء الله نكونوا في المستوى في المنافسة هذه ونخرجوا بأحسن ميدالية إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تجيبين الميدالية الذهبية، وأنا واحد من الناس راضي وفرحان ونتمنى لك كل التوفيق وليك كل الدعم، وكل بلادك وبنات بلادك واقفين معاك يد واحدة إن شاء الله تجيبي الميدالية الذهبية ويرفع العلم الجزائري عاليا والنشيد الوطني زكارة في كل أعداء الجزائر اللي حابين يشوفوا سمعة إيمان خليف وسمعة الجزائر ولكن ما يقدروش. تحية لها وبرافو لها ونتمنى لها كل التوفيق بإذن الله، لأنه إيمان خليف الناس اللي شكوا فيها ويقولك لا مش امرأة هي رجل، عندك مشكل في رجولتك، انت اللي ناقص رجولة. إيمان خليف أرجل منكم وأشرف منكم وأنظف منكم بكثير. تشوف الصحافة الأجنبية تتكالب على إيمان خليف، من صحفيين، من مشهورين، من رياضيين، كذلك تشوف الجيران اللي هما المروك كيفاش يتهجموا على إيمان خليف. ناس مرضى، ناس متعقدين من الجزائر، ناس ينتظروا أي شيء باش ينوضوا ويتكلموا على الجزائر بسوء. ستبقى الجزائر عقدة لكم. تحية الجزائر وتحية لكل أبناء الجزائر. السلام عليكم.